هم يريدون أن يحسنوا الأحوال الاقتصادية. ما معنى ذلك؟ يعني معناها إنه مثل الألمان في أوشفيتس يقولوا للسجناء عندهم إنه أنتوا تبقوا في السجن ولكن نعطيكم وجبتين في اليوم بدل وجبة واحدة. إحنا نحسن موقعكم ونحسن موضوعكم، إحنا نخليكم عبيدا لنا، ليس لكم وطن وليس لكم هوية، ولكن بدل ما تكونوا جعانين تماما تكونوا جعانين جزئيا، وهناك بعض الأموال نعطيها لكم وبعض الحرية، لكن أنتم لستم أحرارا وأنتم عبيد وليس لكم وطن، وبالتالي إحنا نضعكم في سجن ولكن نحسن شروط السجن هذه. هذا يعني هذا شيء لا يقبله العقل، يعني لا يقبله العقل، وهو حتى عرضه هو مهانة لكل عربي ولكل فلسطيني ولكل إنسان حر. كيف يمكن أن يكون قلب العالم العربي؟ هل نعقول أن لبنان وسوريا والأردن مفصولة عن مصر؟ طيب كيف في تاريخنا الطويل المسافر من القاهرة يذهب إلى دمشق ويمر بفلسطين؟ القدس القدس القدس، من لا يعرف القدس؟ هل هذا كله خرافة؟ هل نحن نحلم أو عدونا هو الذي يحلم؟ عدونا هو الذي يحلم، لأنه لن ينجح في ذلك على الإطلاق.